مساء الخير وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات الراصد. قبل أبدأ حلقة الليلة نبغى نترحم على معلم القرآن فهد الحجي اللي كان مدرس في هشام بن حكيم الابتدائية، مات أثناء تأديته لعمله اليوم. كان مع طلابه في الفصل وتوفاه الله رحمة الله عليه. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويلهم أهله الصبر والسلوان. هذا من شهداء التعليم رحمة الله عليه. القنصلية تكشف تفاصيل تعرض مبتعثة سعودية للطعن من قبل شخصين في نيوجيرسي. وعبد الله الجريد توفي صاحب الموقف الشهير مع الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمة الله عليهم. والهنوف برقة العزلة تذكر تفاصيل يومياتها في غربتها في ألمانيا. وبتشوفون معنا أيضا في حلقة الليلة الشعر الشعبي يغزو أوروبا بالألمانية من خلال ديوان شعري بكلمات أكاديمي. وبأنامل وجدان استخدام جديد للزعفران في رسم الملوك والمشاهير. وخرارة المزاحمية تواجد شبابي كثيف وغياب ظواهر سلبية تعود عليها المتنزهون. حياكم الله في هذه الحلقة. بداية هذا الأسبوع كشفت قنصلية المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية عن تفاصيل تعرض طالبة سعودية تدرس على حسابها الخاص في مدينة هانكاسك بولاية نيوجيرسي للطعن، لكن بدون نزع حجابها كما أشيع إعلاميا من قبل شخصين في محطة للحافلات. أكدت القنصلية والملحقية أن الطالبة نقلت إلى طوارئ المستشفى المحلي بالإسعاف فور وقوع الحادثة، إذ تلقت العلاج اللازم وغادرت المستشفى عقب ما حصلت على الرعاية الطبية اللازمة وبقرار خروج من الطبيب المعالج لحالتها. حاليا تقيم في منزلها وحالتها مستقرة كما وجهت القنصلية بتكليف فريق محاماة يتابع وضع الطالب القانوني مع الشرطة المحلية. وينضم لي هاتفيا من الولايات المتحدة الأمريكية المبتعثة السعودية اللي تعرضت للطعن في ولاية نيوجيرسي. حياك الله أختي. معي؟ ألو. هلا حياك الله. الله يحييك. ممكن أول شيء الحمد لله على سلامتك، هذا أهم شيء. الله يسلمك. وطمنين عليك، إن شاء الله أمورك طيبة الحين، طلعتي من المستشفى وأمورك طيبة؟ طيب إذا تذكري لي تفاصيل الحادث وشو اللي حصل لك، كيف تعرضت للطعن؟ أنا كنت برا طالعة أمشي وكانوا اثنين شخصين فجأة كذا طلعوا قدامي ما أدري كيف طلعوا وتعرضوا لي. طبعا واحد منهم يعني لهجته كانت سعودية وقال لي عشان تعرفين تلعبين مع مين، وطعني وهربوا. لهجته كانت سعودية هذا والشكل يعني. والشكل يعني أنا مو متأكد إنه هو سعودي أو لا، بس الشكل يقول إنه سعودي يعني هو اللهجة. وين كان هذا؟ هذا عند محطة الحافلات كان؟ إيه قريب من محطة الحافلات. طيب والثاني شلون كان شكله؟ الثاني كان أجنبي بس ما أعرف أمريكي إيجنسيته، ما أعرف ما عندي خلفية صراحة. طيب اللي لهجة سعودية ما تعرفتي عليه معك بالجامعة حولكم؟ أبداً أول مرة في حياتي أشوف الإنسان هذا. طيب إيش الإصابة اللي جتك؟ طعنة في البطن، طعنة واحدة. طيب إحنا أهم شيء والله نطمن عليك ونسألك عن القنصلية كيف كان تعاملها معك، هذا أهم شيء. أتعاملوا معي زاروني وطمنوا على حالتي.
الحمد لله سووا الاجراءات اللازمه وكلف محامين يتابعوا القضيه. طيب زي ما قيل انه تم نزع حجابك وما ادري وش هالسالفه صحيحه؟ لا هذه دمجوا قضيتين مع بعض. كان في خبر ثاني عن طالبه في سان دييغو كاليفورنيا وهي تم طعنها ونزع حجابها اتوقع كذا صار، فدمجوا الخبرين مع بعض لانها تقريبا قريب الوقت اللي حصل فيه الحادثتين يعني. طيب انت ناقصك شيء، محتاجه شيء الان تقولينه عن طريقنا؟ لا لا ان شاء الله باذن الله كل شيء تمام الحمد لله. مطمنة على وضعك الان؟ اي الحمد لله. طيب هذا اهم شيء، واذا احتجتي اي شيء الشباب اللي تواصلوا معك تقدرين تتواصلين معهم باي شيء ممكن نقدمه لك، والحمد لله على سلامتك، تقومين بالسلامه وننتظرك ان شاء الله ترجعين لنا عاد بالسلامه. مشكورين، يعطيكم العافيه. الله يحفظك، مع السلامه. تذكرون صاحب الجمله اللي يقول يبا انا احبك عبد الله الجريد اللي قال الامير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله عليه يبا انا احبك؟ هذه الجمله قالها الطفل الجريد عندما استقبله الامير سلطان عام 1426 بعد ما شاهد الامير عزيمته وحرصه يوم استقبله مسبقا وحضر هو زملائه للقاء الامير سلطان اثناء زياره الامير لحائل. عبد الله الجريد رحمه الله عليه في المانيا توفي وهو في ربيعه السادس عشر. ايمن الزهراني مع التفاصيل. عبد الله الجريد حين يذكر اسمه نتذكر فورا موقفا عظيما تعودناه من قادتنا حين تكفل صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبد العزيز في يوم الاحد الحادي عشر من جماد الاخر من عام 1426 للهجره بعلاجه على نفقاته الخاصه حيث كان يعاني من اعاقه تتطلب علاجه في المانيا. انا سلطان سم انا عاد ها؟ بيعالج تدق على الدكتور ها؟ يقول تكلم تدق على الدكتور ايوه تقول لا خلي يعالجني خلي اقول الدكتور يعالجك وكل شيء مو تنسى عشان امشي يقول عشان امشي يا عيون ان شاء الله ربنا معك الله معك ان شاء الله يقول لا تنسى يا الله والله خلي بلاس خليك تقول من حق العسكري ها؟ اعطوهم الكرم 50,000 دولار لهم مصاريف والغاز كلها على حسابي سم الله يلا باي باي امان الله شكرا بابا سوي كذا سلم على بابا سلطان تحيه ايوه سلم على باي باي مع السلامه شكرا طال عمرك بتعالج بامانيا ايوه يا هذا اللي عندك لا عندك الشريط عندك الفيديو ولا لا؟ اي لا عندك الفيديو موجود هنا لا وش قالوا لك الزملاء في المدرسة يوم جيت في المدرسة بعد أول كانوا ما يعرفونك بعدين شافوك مع الأمير سلطان ايش قالوا لك؟ أوه مدرسة جنوا عم طلعت مع الأمير سلطان طلعت مشهور ها؟ بس أنا الحمد لله رجال هذا سلطان أبوك وأبونا كلنا الله الحمد لله الآن الملك عبد الله هو اللي مبتدي بكم وبنا كلنا انت راك مواطن احد يقول لك المعوق ولا اي واحد يقول لك احتياجات خاصه قل له يكلمني انا ان شاء الله انت صاحب قدره خاصه مش احتياجات خاصه انت احسن من الناس اللي يقدر يمشي ويروح يجي ولكن ما ينام في بيته ما يسوي شيء يلا انت بتصير دكتور بتخدم بلدك صح وبتجوزك بعدين ان شاء الله ان شاء الله لو بغيت تعرس علمني انا ولازم احضر العرس ان شاء الله ان شاء الله توفي الطفل عبد الله الجريد صاحب الموقف الإنساني الشهير مع الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمهما الله في ألمانيا أثناء رحلته العلاجية. ليس لنا إلا الدعاء للأمير سلطان بن عبد العزيز ذو الأيادي البيضاء وكذلك الطفل عبد الله الجريد وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيمن الزهراني، الإخبارية، الرياض. انضم لي هاتفيا من المانيا عادل الجريد والد الطفل عبد الله رحمه الله عليه. هلا اخوي عادل.
هلا حياك الله يا اهلا وسهلا. اول شيء احسن الله عزاكم ورحم الله ميتكم. ودي تقول لي كيف كان اخر ايامه عبد الله؟ والله اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاه على رسول الله، والحمد لله هذا قضاء الله وقدره، وانا لله وانا اليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. لحظة وصولنا، وصلنا يوم 8 نوفمبر لألمانيا. كانوا بصحة وعافية، أموره طيبة يعني. لكن لاحظنا أنه تغير جو يعني، حمى خفيفة أنه يعني عالجناها ببعض الأدوية اللي معانا في بدول وتمبرا والشغلات هذه. صادف انه موعدنا من بكره اللي هو موعد مع مقابله مع الدكتور، وعطانا يعني امل انه عبد الله في اجهزه مساعده انه ان شاء الله راح يمشي، وانبسط هو بالكلام هذا. حدد الموعد بعد بكره اللي هو يوم الاربعاء اللي هو 11 نوفمبر. يوم 10 أخذنا جولة أنا وعبد الله ووالدته طبعا بنفس المدينة اللي حنا فيها، وطلعنا لكن كان عليها أثار يعني السخنة والحمى، بس إنه شيء خفيف لا يعني لا يذكر. صادف الموعد يوم الأربعاء، قلت يا وليدي إنه يعني فيك مجال إنه ترى تمارين، قال لا طيب أنا ما في إلا العافية. بدينا التمارين والله الحمد، وكان مبسوط، صلحوا له جهاز ويحرك الرجلين، ويقول لي يبغى انه تحركت رجليني. بلثنا صادف فترة غدا يعني بالكورس العلاجي، انه هو ما ياكل الله يحله وبيها، ما ياكل اي شيء يعني، له اكل معين. حبيت اني اجيب له الاكل. طبعا بثناء خروجي من اتصلت علي والدته، قالت انه عبد الله التنفس عنده جدا صعب. رجعت بسرعه حصلت عبد الله بوضع سيء جدا، ادرى له اسعاف بالمانيا، سياره اسعاف وجو، اخذوه المستشفى الجامعي نفس المدينه اللي احنا فيها غير المستشفى التاهيلي. طبعا لحظة وصولي ولا عبد الله كان بالعناية المركزة، وكان اجتمعت عليها الأطباء، كلموني قالوا لازم توقع لأن ولدك الآن بين الحياة والموت. طبعا صارت لحظة انهيار، راضين ولله الحمد، لكن صدمة يعني. بعد يمكن تقريبا نص ساعة رجعوا وقالوا أنه عبد الله عدى مرحلة الخطر ولله الحمد، لكنه مصاب فيروس رئوي. ضرب الرئة، وعبد الله الآن يتنفس على الجهاز هذا، لكن الأمور يعني إن شاء الله بالإمكان يعني. جلسنا يومين عبد الله على كلامهم أنه في حالة خطرة. بعد الأثناء هذه عبد الله بدأ يتماثل للشفاء. يعني بعد تقريبا 8 أيام بدأ يناظرنا، فتفتح شوي، شالوا عنا البنج، بدأ يناظرنا أنا ليش جاي، كان متضايق من الخرطوش اللي بالأنف طبعا حق التنفس. بعد 10 أيام بدأت الحالة نوعا ما يعني تأخذ منحنى نزول. طيب رحمة الله عليه. اقترحوا اقتراح. الحمد لله. الله يرحمه. وانت ساعة الحالة يوم الخميس. والجمعة توفى الله يرحمه. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته. أخوي عادل أبو عبد الله، إحنا حاولنا يعني إنك تكون معنا لأنه عبد الله غالي علينا جدا يعني. الله يجزاكم بالخير. هذا اللي يعني ريحنا، جزاهم الله خير، من يعني كلنا اتصال وكلنا واسع، والحمد لله يعني محبه عبد الله ريحتنا ان شاء الله. طيب. يا رب لك الحمد. ابو عبد الله استاذ عادل جريد والد عبد الله المتوفى رحمه الله عليه، الله يسكنه فسيح جناته، شكرا لك، يعطيك العافيه، وجعلها ان شاء الله اخر الاحزان، وان شاء الله انه شفيع لكم باذن الله. ان شاء الله باذن الله. الله يحفظك، مع السلامه طال عمرك.
حذر حمود الخالدي المحامي والمستشار القانوني من نشر معلومات مغلوطة وإشاعات لا تمت للواقع بصلة، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص واقعة خطف الطفلة جوري الخالدي. أبدى المحامي الخالدي استياء من التشهير بأسرتها ونشر روايات مضللة عنها، في سياق ذاته نفى خال الطفلة المختطفة صحة الشائعات اللي انتشرت وتم تداولها، بزعم أن الشرطة وقبيلة بني خالد قاموا بتنفيذ عمليات مداهمة في شوارع مدينة الرياض. ينضم لي هاتفيا من الرياض محمد الخالدي جد الطفلة جوري. حياك الله عم محمد. هلا حياك الله يا مرحبا بك. طمنا وش وصلتوا له الان، وش اللي صاير؟ والله يا حبيبي الغالي ما الان ما وصلنا شيء، يعني رغم ان الجهات الامنيه طمنا وطمنا، ولكن والله ما لمسنا شيء ولا وصلنا شيء للحين. تجيكم اتصالات بخصوصها؟ والله تجي اتصالات تشبيهات، يشوفون خبر، جزاهم الله خير ناس يعني متفاعلين، يعني جميع ما شاء الله جميع المملكه، يعني شعب المملكه متفاعل، تفاعل مع الحدث سواء رجال او نساء، وكلهم وين ما حصلوا شبه صورة رسلونا سواء للبنت ولا سواء للخاطب، ولكن سبحان الله ما تجي هي تكون هي غير ما هي مطابقة صورة للبنت ولا للخاطب. تكون الإشاعات اللي قاعدة تطلع هذه جدا شكلها مو بزين، اللي يقول لك لقيناها هنا، واللي يقول لك لقيناها هنا، واللي يقول لك انه عيال عمكم واهلكم صايرين يدورون بالشوارع ويقتحمون البيوت. لا لا ما حصل. اي يعني ما هي بزينه يعني بصراحه، والمحامي كلامه جيد في بهالخصوص. والله هذه اشاعات مغرضه سلمك الله، ما حصل من شيء من هذا النهائي، ما حصل الكلام هذا نهائي ما حصل. كيف؟ انما إيه؟ سلمك الله اللي احنا عتبنا على الاخوه سواء الاميين ولا سواء المغربين ولا انه يتحررون الدقه والحقيقه بالامر، شفت كيف؟ لانه ناس اخبرونا انها توفت في الجبيل، وناس اخبرونا انها ما ادري كيف طيب يعني خارج المملكه، وناس حطوا مبالغ ماليه احنا ما يعني ما كنا عندنا علم فيها ولا شيء، وحنا قصدنا ما نبي نحط المبالغ حتى ما يعني تخبر باب على الناس للاختطاف. الشرطه ما اعطوكم الى الان اي شيء، بس قاعدين يطمنونكم بس. ها والله الشرطه يا الحبيب صار الحين 10 ايام جزاهم الله خير يطمنونا، رغم ان الحادثه موثقه تسجيل صوتي ومرئي يعني بكاميرا كاميرات المستوصف فتقت الحادث توثيق كامل. طيب. من بدايه ما كان يغرق الطفل حتى استدرجه واخذه معه، ورغم ذلك يعني شوف صوره الرجل المتحرك بالكاميرا يروح ويجي وهذا، رغم ذلك لا عمل ما ادري كيف، لا بين شيء، ما ادري هم عملوا مطابقه، ما ادري هم ما ادري كيف، هم يطمنون اللي بيطمنوا وبس اطمنوا ولا حصل شيء والله صراحه. وانا شوف انا ما اشك ولا اذكر ولا يعني عندي اي ادنى شك انهم مقصرين، لكن سلمك الله نبي يعني احنا نحس بشيء ملموس او نحس ان في 10 ايام صار 10 ايام ما حصل شيء. الله يطمنكم ويرجعها لاحضانكم باذن الله. الله احنا هالقضيه ترى قضيتنا معكم الين الاخير. والله ما الله يطول عمركم ما لحقنا شك، والله يا الحبيب ما لحقنا شك، والجميع يعني حتى الامن والاجهزه الحكوميه والله ما قصروا، بس انما من حركة قلوبنا نحس انهم ايش ما ادري كيف يعني صح، ودنا انهم مثلا المستشفيات ودنا مثلا الاتصالات والله الكل مع رجال الامن قاعد يدور يا عم محمد، الله يطمنكم عليها العم محمد الخالدي. الله يجزاه الجميع بالخير، الله يجزاه الله يجزاك الله يرجعها بالسلامه. هذا له مواطنين ولا امن؟ الله يجزاه الجميع بالخير ان شاء الله. العم محمد الخالدي جد الطفله جوري الخالدي الله يرجعها بالسلامه كان معنا من الرياض. أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أنه رفع تقرير كامل عن الأمطار اللي شهدتها محافظة جدة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذكر في التقرير أن أمانة جدة لم تنفذ مشاريع تصريف مياه الأمطار رغم أنها مسؤولة عنها. أوضح الفيصل خلال جولته في محافظتي بحرة والجموم أن مشاريع السيول نجحت في درع 49 مليون متر مكعب من المياه، مرجعا ما شهدته طرقات جدة من تجمع مياه الأمطار إلى عدم تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار المسؤول عنها الأمانة، كما عزى غرق الأنفاق إلى انقطاع الكهرباء اللي أشار إلى أنه غير مبرر، مشددا على ضرورة وجود مولدات احتياطية. تكلمنا إلى ما أنا معكم ولا طعتونكم يعني تسمعون منا، يلا الحين ردوا الآن
يعني وضع الطرق الآن والأنفاق في جدة وتصريف السيول في جدة شكله جدا مسيء لنا كثير، فالأمانة عليها دور أنها تقوم فيه على أقل تقدير ويطلعوا ويتركونا من هالطلعات. فاصل ورجعي من ثاني. تسرد المبتعثة السعودية الهنوف دغيشم جانب من يومياتها في بلاد الابتعاث في كتابها الجديد اللي يحمل عنوان فرايبورغ رقة العزلة، الصادر حديثاً، وتكشف عبر سرد شيق كيف كانت مشاعرها في لحظات الغربة الأولى وحالة القلق اللي انتابتها في حينها. الهنوف أم لثلاث بنات، طبيبة أسنان مبتعثة من جامعة الأميرة نورة لإكمال الدراسات العليا في ألمانيا في جامعة فرايبورغ، تحكي عن صراع داخلي خاضته في مدينتها وبين واجباتها كأم وكطبيبة وكأنثى وكغريبة في مجتمع، وبين المرأة اللي تسعى إلى أن تكون قوية ومستقلة ولها عالمها الخاص اللي يحتويها. تنضم لي هنا في الاستوديو المؤلفة وطبيبة الأسنان المبتعثة في ألمانيا الدكتورة الهنوف دغيشم. أهلا دكتورة. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. يعني أبي تذكري لي البدايات اللي كنتي تضحكين عليها الآن، ذكريني في البدايات الأولى في ألمانيا كيف كانت؟ والله كان الانتقال من مدينة الرياض، مدينة مألوفة بالنسبة لي، ومدينة نقدر أقول أنها مدينة صاخبة اجتماعيا، إلى مدينة صغيرة وهادئة وأنا فيها غريبة ومختلفة. فكان ما هو روتيني بالنسبة للآخرين أو ما هو في الهامش كان بالنسبة لي غنيا ويجعلني أتوقف وأطرح العديد من الأسئلة، ويعني ممكن هم يمرون يوميا عليها مرور عابر. أنت كان عندك لا فيها وقفة، فيها وقفة وفيها تأمل وفيها يعني تفتح لي أبواب من التفكير. كيف كانت الأيام الأولى؟ يعني أتكلم أنه يعني الآن إذا تذكرتيها تذكرين تضحكين أو تحزنين على واقعك اللي كان ذيك الأيام، الملل الأول، كسر الروتين اللي كنتي عليه هنا إلى هناك، بناتك الثلاث، كيف كان الوضع؟ يعني بدأت رحلتي في الغربة قبل ما تبدأ يمكن أمومتي، بس التجربة يمكن طبيعة شخصيتي قادرة لتقبل أي شيء جديد وعدم أخذه بمحمل الغرابة، لكن كنت أستمتع بتأثير كل شيء مختلف داخل نفسي. يعني أنا أقول إنه الغربة ما كانت طريق إلى ثقافة أخرى قد ما كانت طريق إلى نفسي، إنه أستكشف ذاتي وعوالمي الداخلية. طيب تشرحي لنا الكتاب هذا وش اللي في أشياء حلوة؟ يلا خلينا نسوي له تسويق هالكتاب ونشوف أبي تفاصيل هالكتاب، قصة بداية الفكرة، لأنه عندنا فوق 200,000 مبتعث بس اللي يسردون القصص الجميلة هذه ترى قليل. والله فكرة الكتابة بدأت قبل فكرة الكتاب، بمعنى يعني زي ما قلت لك الانتقال من مدينة صاخبة إلى مدينة هادئة يعني جعلني أستوقف وأتأمل الأحداث. كانت الكتابة هي إحدى محاولات مقاومة الغربة، بمعنى أنا كنت أكتب في كل مكان، في الباص، في الترام، في الغرف اللي أكون فيها وحيدة في انتظار عن طبيب. كان عملية هروب من الغربة ومن الجو المختلف ومحاولة بحث عن نفسي، يعني محاولة بحث عن مكان أليف أو وطن صغير. فبدأت كتابة هذه
يعني عبارة عن ما هي يوميات بقدر ما هي تأملات للاختلاف بين المدن وأثرها داخل نفسي. كنت يعني أكتب وأرسل للصديقات للوالد الله يحفظه، لين جت الفكرة من الوالد أنه ليه ما تجمعينها وتكونينها ككتاب؟ يا سلام. ومن هذا الدعم بدأت بالفكرة، يعني الكتابة جاءت. يجب يكون له جزء من الـ من الـ يعني المكاسب بعدين، إذا صار هذا الكتاب بكرة صار فيلم ولا صار كتاب يعني كبر مع الوقت صار قصة كبيرة. لما نسألك، كانت الرواية من الداخل كانت يعني حزينة فرحانة في أغلبها؟ لا، سلبية هي ما تطرق الحزن أو فرح أو سلبية أو إيجابية، هي عبارة عن مسيرة ذاتية. بمعنى كيف أي شيء صغير أو بالهامش كيف يترك أثره داخل نفسي. يعني مثلا أنا تكلمت أنه رائحة الخبز، كيف أنه أنا وأنا أشتري الخبز الصباح مع بناتي كيف يترك أثر داخل نفسي، وأنا مثلا ما أتذكر هل أقدر أدخل أشتري تميس ولا لا. كانت هذه الفوارق الصغيرة. أي كانت هذه عندك فوارق. كانت هذه الفوارق أي ما كنت مندمجة مع الشعب الألماني، كان في صعوبة في الاندماج، لكن كنت سعيدة داخل هذه المدينة. المدينة كانت مفتوحة بالنسبة لي وكانت تعطيني فرصة أني أكون أنا بدون أي تأثيرات خارجية. طيب، أوردتي في 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 هالرواية الصعوبات اللي تواجه المبتعثين أو المبتعثات خصوصا، حطيتيها وضمنتيها الكتاب؟ زي ما قلت لك يعني كتبتها بشكل ذاتي. يعني كان عندي صعوبة في الاندماج. كانت لك في الأخير، يعني هي أنت تكتبين لنفسك وتسلين عمرك. بالضبط. كانت لنفسي، كانت عندي صعوبات في الاندماج، كانت يعني الانتقال من ثقافة مختلفة لثقافة مغايرة جدا. يعني عملية الاندماج، البحث عن مكان أو حيز في مكان مختلف تماما. بنياتك وش كان عندهم؟ وش النشاطات اللي كانوا يسوونها في فرايبورغ إذا هالمكان الصغير اللي وكنت أيضا قبلها في الرياض وكانوا يعني لهم صديقات ولهم قريبات هناك؟ بناتي بدأوا حياتهم هناك، بناتي صغيرات. هي كانت الأمور طيبة. لكن أنا أشوف أني كنت أحتاج بناتي أكثر مما كانوا يحتاجون لي. كان عندهم اندماج فطري مع المكان، ما كان عندهم إدراك للفوارق، كانوا يشعرون أنهم جزء من هذا المكان. وهذا الشيء كان يسعدني، يعني كان يعطيني ألفة. يعني حتى لما أجي أحضنهم الصباح أقول أنا اللي أحتاجهم ولا هم اللي يحتاجوني. يعني في الغربة كانوا هم سلسلة الوصل بيني وبين المكان الآخر البعيد. يعني النافذة اللي توصلين منها للمكان اللي تبغينه. بالطبع. إذا الواحد يبي يشتري كتاب، أنا بس عشان أقول للناس ترى ما جابت لنا كتب، فإن شاء الله وعدتنا يعني. وين الواحد يقدر يشتري كتاب؟ إن شاء الله قريبا ستتوفر في جرير بإذن الله. بس أول من أول تو الآن خلص. هو لسه توا صادر. إذا ننتظر في جرير. كم استمرت غربتك في ألمانيا؟ بدأت في 2009، يعني أخذت اللغة بدأت يعني دراسة الدراسات العلوة الطويلة في طب الأسنان. كانت جزء نظري وجزء تعامل مع مرضى، فكانت شوي صعبة شوي. طيب المهم إحنا ننتظر النسخ إن شاء الله من الكتاب ونشهد عليها الناس. الدكتورة الهنوف الدغيشم شكرا لك، يعطيك العافية. ممنونين لحضورك، وأيضا ممنونين لهالقصة اللي كتبت يعني عشان إن شاء الله تبقى فترة طويلة بإذن الله. الله شكرا لك دكتورة. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. شكرا. أكملت وزارة التعليم تعزيز أسطول النقل المدرسي للعام الدراسي الحالي بأكثر من 2000 حافلة مدرسية جديدة تحمل هوية مميزة، حيث يتم حالياً إنهاء الإجراءات الجمركية للدفعة الأولى البالغة 250 حافلة ليتم توجيهها للمناطق اللي تشتغل فيها لتعمل مكان الحافلات المستأجرة. وتم مطلع هذا العام الدراسي إحلال أكثر من 1500 حافلة لتتوافق مع متطلبات تقديم الخدمة والمواصفات الفنية والهوية، ليصل العدد الكلي لأسطول النقل المدرسي أكثر من 25,000 حافلة ومركبة تقدم الخدمة لما يزيد عن 1,200,000 طالب وطالبة مشمولين بخدمة النقل المدرسي الحكومي. استعد الأكاديمي السعودي رئيس قسم اللغات الحديثة في كلية اللغات والترجمة بجامعة الملك السعود الدكتور مالك الوادعي لإطلاق ديوانها الشعري الثاني لكن باللغة الألمانية الدارج نطقها في كل من النمسا وسويسرا، بعد اعتماده في ألمانيا شاعر ألماني نظير جهوده الأدبية المتميزة في الجمع بين الشعرين العربي والألماني من خلال قصائد شعبية ترجمها بأسلوب متقن
إلى الألمانية في ديوانه المسجل عام 2012 بالمكتبة الوطنية بألمانيا. ينضم لي هنا في الاستوديو الدكتور مالك الوادعي، استاذ علم الترجمة والأدب الألماني. أهلا دكتور مالك. أهلا بك، يعطيك العافية. شكرا على الاستضافة استاذ عبد الله. اسمك شاعر سعودي ولا شاعر ألماني؟ والله اللي تبي الاثنين. لا يعني الحين صايرين الألمان مسميك شاعر الألماني، يعني لأنه قصائدك ألمانية. صحيح. كيف الفكرة جت معك؟ يعني حنا يلا الواحد، والله الفكرة يعني بدأت تقريبا بشكل يعني ما كان معدود له من البداية، بالصدفة البحتة. إيه. طبعا انا درست البكالوريوس للادب الالماني ومن ثم الماجستير في جامعه بيليفيلد في المانيا، ومن ثم درست في جامعه بون علم الترجمه في لمرحله الدكتوراه. فجامعه بون كانت دائما ما تحرص على اقامه بعض الامسيات الشعريه لمختلف الشعراء من مختلف البلدان، وخصوصا من يكتب بهم، من يكتب اللغه الالمانيه اخذ من اللغه الالمانيه كلغه للكتابه. فكنت في البدايه ضيف فقط على احدى الامسيات، ومن ثم طرح سؤال: بما أنك تدرس علم الترجمة، أيوه، لماذا لم تقم بترجمة الشعر الشعبي لبلدك وما إلى آخره، بكل تفاصيل الترجمة؟ يعني تقريبا أن كانت الفكرة اختيار بعض النبذ مختصرة لبعض النصوص الشعرية من الجزيرة العربية والقيام بترجمتها للثقافة الألمانية. إلا أني أنا أتيت بفكرة أخرى لمن سألني. أنا قم أنا بكتابة النصوص بشكل شخصي، بحيث أن أكون أنا الشاعر وأنا من يترجم النص إلى اللغة الألمانية في البداية. أيه. طيب الحين أنا بقولك هذه شلون ترجمتها؟ الشقا عشق الشقا والشقاوي اشتقا، شقشق القلب الشقا والشقا أهل الشقا. الحين هذه شلون تترجم ألمانية؟ هذه نوع أيضا يوجد في الأدب الألماني، بعض النصوص تعتمد على اللعب بالكلمات. أي. طيب. ومن ثم تكرار لبعض الجمل. طيب أنا هذا عندنا، يعني عندنا هنا محليا يمشي. عطني الشقا عشق الشقا والشقاوي اشتقا، شقشق القلب الشقا والشقا أهل الشقا، طار عقله طار وما بقى له ما بقى، وارتجف وريقه نشف وقلبه وقف يخفق. عطني إياها ألمانيا. طبعا قبل اني اتكلم عن الشيء هذا، انا ورطتك في القصيده لان انا قاعد ادور. لا هي لها قصه ايضا. في العصور الوسطى في اوروبا كان هناك من الشعراء من يكتب الى حد ما مثل ما نكتب نحن، لانه في العصر الحديث لا يوجد شاعر اوروبي بشكل عام او الماني يكتب كما نكتب بالوزن والقافيه. فحاولت اني اجاري احد الشعراء، واعتقد اسمه ايشندورف، كان يعيش في القرن السابع عشر في المانيا، وكان يكتب بنفس الطريقه اللي طريقه تكرار بعض المفردات الالمانيه. طيب فترجمتها للنص العربي، أتى بهذه الطريقة بحيث أن نحافظ على طريقة كتابة الشعر النبطي إلى حد ما، وأيضا بحيث أن القارئ الألماني يستطيع فهم هذا النص. تبي تسمعها؟ إيه بسمعها بالألماني. شو هذا وش صور في الألماني؟ طيب إيش نيش داينا ليبة ماينا جليبتة ماينا ليبة غلايش أو دا ماينا ليبة إيجنت غلايش نيش إس داينا منا Meine Geliebte, meine Minne gleich oder meine Minne irgend gleich. Denn meine Liebe ist wie das Meer und dem Meer bin ich gleich. واصل؟ ايش ايه؟ اعطني اياها الاسم. ايش يعيدون الشباب؟ هذه ايش ثاني كلمة انا باللغة الألمانية؟ لا لا الشباب صح لسانك يقول ليها بالألماني ما عرفتها. الله موجا داينا تسونغ هايلن. ها طلعت غلط عليكم، يعني قاعدين يعطوني ينقلوني غلط وبيورطون معك. طيب يعني تقبلهم للشعر الشعبي السعودي هناك في ألمانيا، خصوصا من الأدباء، خصوصا في الجامعة، خصوصا داخل الأوساط اللي أنت كنت تحتك فيها، كيف كان؟ طبعا الفكرة هي ناشئة من الأساس بحكم تخصصي في علم الترجمة. طبعا هناك نظريات تقول بأنه شبه مستحيل إن لم يكن مستحيل نقل الثقافات الشعبية للبلدان إلى ثقافات أخرى بحكم الخصوصيات واختلاف الثقافات. صح. وعلى وجه التحديد الشعر، خصوصا أن لنا أبواب في الشعر لا توجد حاليا في أوروبا مثل باب الفخر. عندما تنقل قصيدة فيها فخر فإن لا يوجد من يتلقاها من المجتمع الأوروبي، وخصوصا في ألمانيا بناء على أحداث تاريخية. صحيح. مرت في هذه الدول تنفي الاعتزاز بالنفس وما إلى آخره. طبعا كانت الفكرة أنه شعر شعبي ونقله إلى الثقافة الألمانية قد يستطيع عمل هذا الشخص إذا كان هو الشاعر وأيضا هو من يترجم. فعندما طرحت الفكرة أنا في الحقيقة كتبت نصوص هي ليست للمتلقي العربي بالدرجة الأولى، وإنما للألماني، مع محاولة الحفاظ على روح النص
بالشعر النبطي. طيب كانوا يتقبلونه يعني كانوا يعني نعم. يعجبون فيك يكلمونك يقولون لك انه جيد؟ نعم الحمد لله. يعني انت الان الديوان الثاني الان؟ الثاني الان تحت الطباعه. تحت الطباعه. نعم وبعنوان اللهب الاسود في بحر العيون. باللغه الالمانيه كله؟ باللغه الالمانيه نعم. الان انا في الديوان الثاني بدات بكتابه النص الالماني بشكل كامل مع محاوله ترجمته الى اللغه العربيه فيما بعد بحيث انه ايضا يحافظ على روح النص العربي. طيب ليش سموك شاعر الماني عندهم؟ ليش كان عندهم التسميه هذه؟ ليش قالوا شاعر الالماني؟ والله لاني كتبت النصوص باللغه الالمانيه مباشره في بعض النصوص، كانت انا كتابه النص باللغه الالمانيه في بعض النصوص خصوصا في الديوان الثاني. والله بصراحه احنا مبسوطين دكتور مالك الوادعي استاذ علم الترجمه والادب الالماني، بصراحه مبسوطين في هالتجربه، مبسوطين في هالتواجد، يعني نقل الثقافه السعوديه وايضا ألمنتها ان كنت انا احسنت فيها في هالمسمى. محاولة نعم. اي يعني الله يوفقك. الله ننتظر الديوان الثاني ونستضيفك عليه ونشوف ايش الشقه اللي فيه باذن الله. الف شكر وشكر موصول للمشاهدين الكرام، ونتمنى ان شاء الله ان يقدم ما يحوز على رضا الجميع باذن الله. موفق دكتور، احنا بالداعمين في هالمجال لين نشوف يعني منتجات اكثر في في وفي اهتمام فعلا كبير من المانيا وحرص على استضافه جميع الادباء والشعراء السعوديين اللي يقدموا الجديد باذن الله. وهذا اللي احنا نفتخر فيه سيدي. الفخر لي. الله مشكور دكتور، الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا. استنفرت 6 قطاعات أمنية وإسعافية من مركز أم الجماجم مجهودها للبحث عن أسرة مواطن بعد ما تركهم في نفوذ الدهنة وذهب لشراء بعض المستلزمات ثم فشل في الرجوع لهم بعد ما علقت مركبته في الرمال، حيث تمكنت الجهات الأمنية من العثور عليهم بعد 45 دقيقة فقط من البحث. قدم رئيس مركز أم الجماجم عبد العزيز الدويش شكرا لجميع الجهات المشاركة في عملية الإنقاذ على سرعة الاستجابة والعثور على الأسرة ولله الحمد. نجح 3 مدربين سعوديين في المعهد العالي السعودي الياباني من تصميم صناعة سيارة كهربائية صديقة للبيئة، وهم عبد الله نوري ومحمد الطويرقي وصالح القرني. وأطلع أكثر من 100 خبير ومدرب في الشركات اليابانية على السيارة اللي عرضت خلال انعقاد ندوة كفاءة ترشيد الطاقة في قطاع السيارات، وأعرب الشبان 3 عن شكرهم وتقديرهم للمعهد اللي أتاح الفرصة في ابتعاثهم إلى الجامعات اليابانية ليعودوا خدمة الوطن في واحد من أهم احتياجات السوق المحلي. في المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، عرضت الرسامة وجدان الجهوري لوحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مرسومة لكن بمادة الزعفران. إبداع الرسامة وجدان شهد إقبال كبير من جانب الحضور في المعرض، وتستخدم وجدان الجهوري موقع انستغرام للترويج لأعمالها وعرض لوحاتها للجمهور. احتضن المعرض الدولي للقهوة في دورته الثانية إبداع سعوديات بأجواء مشوقة جذبت آلاف الزوار بأفكارهم ومشاريعهم في فن أعداد القهوة وصنع الحلويات. كما تضمن المعرض مشاركة الفنانة السعودية وجدان الجهوري عن طريق الرسمي بالزعفران. جت بالصدفة لأنه الفنان دائما يحب يكتشف الأشياء، فأنا حبيت إني أكتشف شيء مادة جديدة إنه نرسم فيها، فحبيتها واستمرت فيها للآن. كثير أشياء آخر هذه الأعمال اللي أنا جبت الأعمال الجديدة الحين اللي قاعدة أرسم فيها، هذه آخر شيء قاعدة أشتغل عليه. وتختلف صناعة القهوة بحسب ما يفضله الشخص من المرارة أو الحموضة أو الحلاوة. الباريستا سارة العلي مهتمة بإيصال فكرتها للمجتمع عن طريق نشرها لثقافة فنون القهوة باختلاف أنواعها. طبعا أنا مهتمة بنشر ثقافة القهوة المختصة، والقهوة المختصة هي قهوة فيها معايير جودة عالية يرعى فيها أفضل أساليب الزراعة، الشحن والحفظ والتحميص والتحضير.
ويتضمن المعرض فعاليات تعزز الاهتمامات التفاعلية والفنية والثقافية المرتبطة بالقهوة وأنواعها عالميا وفقا لثقافة كل مجتمع. عبد المحسن التميمي، الإخبارية، الرياض. عندي هنا في الاستوديو الرسامة المبدعة وجدان الجهوري، اهلا يا وجدان. اهلا فيك. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعني رسم بالفرشة وكذا معقول، لكن يعني بالزعفران شيء جديد. اي اعطينا القصة هذه. شوف انا هتكلم معاك عن الفن عموما، اوكي. احنا الفن، احنا جيل معاصر. ايه؟ فاحنا حابين انه نقدم شيء، خاصه انه احنا بايدينا الكمبيوتر، بايدينا الحاسبات، بايدينا السوشيال ميديا، فاحنا دائما كفنانين بجيل هذا احنا حابين نقدم شيء جديد بطريقه مبتكره. فانا حبيت اني اقدم الزعفران بطريقه جديده. كاول فن يعني نادر ما الناس يرسموا بالزعفران، فحبيت اني اقدمه انه حاجه من تراثنا كمان، انه احنا قاعدين نشرب القهوه دائما. بس ما استخدمنا الزعفران في الرسم، هذا هو. أيوة. حبيت اني استخدمه. طيب كيف كان يعني الناس كانوا يتوقعون انه هذا بفرشه؟ يعني زي الرسمه هذه، الرسمه هذه كانت بفرشه ولا لا؟ صحيح. الناس يعتقدون انه بفرشه ومواد زيتيه عاديه. لما تقولين لهم زعفران ايش كان ينصدموا؟ يعني لازم يشموها، لازم يقربوا. اي يعني انا اول ما شفتها شميتها لقيت ان الريحه مره. طيب كم تاخذ منك يعني زي الصوره هذه للملك سلمان؟ هذه لانه مساحتها كبيره فاخذت مني شهر ونص، لانه التفاصيل كمان فيها مره دقيقه. شهر ونص؟ شهر ونص تقريبا. يعني وش مستخدمه فيها؟ انا مستخدمه 70% زعفران. والبقيه احبار اللي فيها اسودات والالوان الثانيه الدارك. واستخدمت كمان ورق الذهب. عرضتي كل لوحات البيع؟ انا ما عرضتها للبيع صراحه. ايوه انا اخذ اوردر اذا كان اذا طلبيات اخذها، بس انه هذه ما ادري، انا مو اي انسان يقدر الفن، عرفت كيف؟ فانا لوحاتي هذه زي اولادي فما اقدر اتنازل عنها بسهوله. طيب المشاركة كيف كنت توصفينها؟ كيف كان تفاعل الناس معك؟ جدا رائعة. أول معرض لك؟ لا الحمد لله كثير معارض أنا شاركت فيها. يعني آخر معرض كان برا الرياض في الخبر. والمعارض هنا في الرياض مرة كثير اللي شاركت فيها. طيب يعني زي الصورة هذه الحين، هذه أخذت شهر ونص. زي هالصورة أعتقد نفس الشيء تقريبا، نفس الشيء إنه نفس المساحة، بس ممكن شهر أو حاجة زي كذا، لأنه التفاصيل فيها كمان دقيقة، عرفت كيف؟ خاصة تفاصيل البشرة نفسها. طيب انت قاعدة مخسرة اهلك زعفران، الزعفران غالي. هذا غالي. لا الوالدة وزته عني خلاص. اي يعني في البيت ما عاد يحطون قدامك الزعفران. لا وزته خلاص. طيب كم سعر زي هذا الان غالي؟ الزعفران على العموم، بس عشان الناس يعرفوا انه زعفران سعره سعر الذهب. ايه يمكن اغلى احيانا. اي تقريبا صحيح. طيب الحين الرسمة هذه كم ياخذ فيها زعفران؟ ما ياخذ كثير. شوف هي صبغة، مادة صبغية اقدر استخدمها عدة مرات، نفس المادة نفس الزعفران اللي اصبغه اللي انقعه في المويه، فيجلس معي ممكن ارسم فيه لوحتين اذا قدرت. طيب احنا يعني نبي نشتري من عندك، يعني بس تسوي لنا للبرنامج. اكيد. اي لازم تسوي لنا خصم. وتسوي لنا يعني زي اللوحات هذه كم سعرها؟ ما اقدر اعطيك سعر محدد يعني. يعني بعد ما الخصم كذا عشان نقول الناس انه رخيص كذا. بعد البرنامج حاطك الاسعار. لا يعني غالي جدا لهالدرجه. لا هو شوف، هو كسعر الفنان يحط سعر اللي هو يحسه مرتاح له، عرفت كيف؟ ما في اسعار متفاوته بين الفنانين. انا بالنسبه لي انا احط السعر اللي يريحني انا. يعني اعلى اوردر يجيك فرضا وارخص اوردر. على اوردر ب 7000 وصل. ما شاء الله كويس. أيه. كاوردر مو أيه. كلوحات. ايه أيه. انه طلب، هو جاء طلب منك قال لك ابغى الصوره هذه. ايوه هذا أيه. واقل شيء بال 500 ترى. يعني شوي زعفران مين بغاليه غاليه ها؟ عندك معرض بس هو زعفران ولا؟ ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. اذا طيب. في جديد انا حاعلن عليه على طول في الانستغرام باذن طيب. الله. طيب اللي يبغى يرسم عندك يروح الانستغرام اكيد، ويدخل على ايش؟ الدايركت. أي وشو؟ كيوي اي جي. ايوه يدخل يقول لك انا ابغى الرسمه هذه. أيه. طيب الموثوقيه في هالشغله، انت على الانستغرام الموثوقيه في هالشغله عاليه؟ يعني انا اطلب منك صورة. انا اقول لك شيء، الموثوقيه فيها انا زمان كان اسم مستعار، بس اكتشفت ان الاسماء المستعاره ما تفيد ولا الناس تثق فيها ابدا ابدا. لما يعرفوا انه مثلا انا وجدان الجهوري اوكي يوثقوا فيني اكثر. عرفت مين وجدان؟ مشاركه في المعارض الفلانيه، هذا الانستغرام حقها، هذا الايميل حقها، عرفت؟ فيوثقوا فيها. حتى البنات يعني الحمد لله انا عندي زباين مره كثير بنات ويوثقوا فيني ثقه، يعني الحمد لله، عرفت كيف؟ يعني انا مكونه عندي طبقه
مرة عالية من الكاستمر اللي قاعد واثقين يعني فيه الحمد لله. طيب المعارض هذه الآن طريقة يعني حضورك فيها وتواجدك فيها قاعد يضيف لك في شغلك في الانستغرام وفي أكيد أكيد أنه يعني يعطي موثوقية عالية لهذه الرسامة. أكيد أكيد كاسم. طيب احنا يعني احتراما لهذا الفن تقديرا لهاللوحات الجميلة والإبداع هذا وأنك أنت بنيتي نفسك بنفسك من خلال يعني وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة حرصنا أنك تكونين معنا يا وجدان ويعني هذا إن شاء الله يعني نعتقد أنه إن شاء الله ممكن يعني ترسل لنا شيء بعدين من أكيد اللوحات بإذن الله. أكيد ومن المدافعين يعني أكيد. المسألة فيها فلوس من المدافعين أريحك منها أكيد ولو أحمد يعطيك العافية وجدان وألف شكر وإن شاء الله يا رب أن نشوف رسمات أجمل وأفضل وأن الجمعيات جمعية ثقافة الفنون خلينا نسألك يدعمونك شيء بينك وبينهم شيء شوف إحنا الفنانين الجدد صراحة ما لنا علاقة فيهم أبدا وجدان الجهوري كانت معي رسامة تابعوها على الانستغرام حطي عنوانك ثاني مرة كيوي آجي تابعوها أو يكتبوا اسمي موجود. طيب الله يوفقك مشكورة والله يخليك هالزعفرة خليك يسعدك ربي شكرا حقق طلاب جدة المركز الأول عربياً كأفضل شركة طلابية باختراع جهاز قطرات حيث حصلوا على براءة اختراع ضمن مسابقة إنجاز لهذا العام اللي أقيمت منافساتها في سلطنة عمان. أجرى المدير العام للتعليم بجدة عبدالله الثقفي اتصال هاتفي بالبعثة هنأهم بالإنجاز معتبراً الإنجاز يسجل باسم طلاب المملكة ومقدماً الشكر لكل الطلاب والمشرفين عليهم لتمثيلهم المملكة خير تمثيل. طيب في مئات من المتنزهين كانوا موجودين في عطلة نهاية الأسبوع اللي قلنا لكم رسولنا صور زينة كانوا حول بحيرة منتزه الخرارة في محافظة المزاحمية للاستمتاع بالأجواء الرائعة والمناظر الخلابة وأغرتهم الأمطار اللي شهدتها المحافظة بزيارة البحيرة اللي تعد أحد المواقع السياحية البارزة في الرياض وتتميز بكونها منتجع سياحي طبيعي. زميل الجديد شوفوا شغله رافع العمري يروينا التفاصيل في سياق هذا التقرير. هنا الخرارة الواقعة جنوب محافظة المزاحمية حيث تلتقي النفود مع الجبال مع الماء والشجر وتعتبر شتاء مقصدا للمتنزهين من الأسر وهواة التطعيس والطيران الشراعي. بالنسبة للفصل الصيف ما نلقى الأجواء هذه والمناطق اللي البحيرات اللي زي ما انت شايف وزي لان نفس المنطقه بشكل عام تكون جافه في اوقات الصيف لكن صارت معروفه عندنا ومتداوله عند المجتمع بشكل عام في بدايه الشتاء تجي اوقات موسميه اللي هي الامطار وزي الامور هذه تجمع السيول والاوديه وتصب هنا في منطقه الخراره. تجتمع هنا المياه شتاء جراء الامطار والسيول وجريان الاوديه لتصبح بالمنظر الجمالي الذي تشاهدونه. وجدنا أن من ضمن زوار الخرارة مواطنون من مختلف مناطق المملكة تواجدوا للاستمتاع بالأجواء الشتوية الباردة هنا. طبعاً أنا من منطقة نجران واعتدنا في مثل هذه الأوقات في بداية الشتاء أن نسافر لمدينة الرياض ونتابع طبعا بداية الشتاء يكون جو منطقة الرياض جو ممتاز جدا. احنا طبعا مثل ما تشوفون احنا متواجدين في الخرارة الآن كما كان لرجال الأمن حضورا عبر الطيران العمودي وعلى أرض الواقع. من
نشكر اول شيء الامن العام والدفاع المدني على القيام التحذيري لهذا. الحمد لله ما يعني انا اللي يمكن 5 سنين اجي ذا المكان كل سنه مع الموسم، ما عمري شفت حالات غرق لله الحمد. صح في ناس تستهتر شوي، بس اشوى انهم ما يغامرون اكثر من كذا، يتمشون شيء بسيط ويرجع. الجميع هنا يستبشر ويفرح بهطول الامطار، ولكن يجب الا ننسى ان هناك جهات حكوميه تسعى جاهده للحفاظ على سلامه المواطنين والمقيمين، ابتداء برسائل نصيه وانتهاء بالتواجد الميداني. رافع العمري، الاخباريه، الرياض. الافضل انه يعني نسوي زي هالتقارير وما في اي مشاكل في الموقع، وهذا اللي صاير الحمد لله، وطمنا انه ما في اي مشاكل. مشاهدينا دايم عين الراصد، راسلونا على وسائل التواصل الظاهره امامكم على الشاشه. نغلق اخر ملفات حلقه الليله، ان شاء الله نلتقي فيكم بكره ان كنا من الاحياء. مع السلامه.